نشكر الأخ فاضل ونبدأ بالمداخلات والأسئلة. السوفيتي يعني طبع بصمات تقريبا على كل القرن العشرين، ولا أحد يعرف إن شلون سيبوبة العالم وحتى حركات التحرر وخلاصها من الاسترقاق الاستعماري راح يكون لو ما ولدت ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى وقامت الاتحاد السوفيتي. بس أنا أعتقد إن هذه الذكرى بالذات مثل ما تفضلت ينبغي علينا التركيز على العبر والدروس المستفادة من السقوط. كيف ممكن ان احنا الان كان عندنا مثل اعلى وهو يعني شيء عظيم في يد المناضلين اليساريين كلهم كل فروحهم، هذا النموذج الان فقدوه بالاضافة للانحسار اللي صار حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. هذا النموذج صار ابن شنو يعني صاحب نضالاته سقوط الاتحاد السوفيتي. فأنا تمنيت لو من الرفيق على أساس أنا ما أطيل أركز لو يعني ركز على أسباب الانهيار. يعني في فترتين مهمين، فترة ستالين وما شابه من قم، يعني الآن هو ذكر 20 مليون يمكن اللي خسرهم الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى كما تسمى في أدبيات اشتراكية للاتحاد السوفيتي أو الحرب العالمية الثانية، يمكن تقريبا إلى مو نفس العدد يعني بالملايين اللي راحوا نتائج القمع الهائل. الفترة الستالينية واللي امتدت حوالي 30 عام تركت بصماتها بشكل كبير على الفترة اللاحقة، سواء في فترة خروشوف أو يعني لا زال يعني تقاليد لا يمكن أن تكرست بين يوم وليلة. وللأسف في يعني لاحظنا فترتين، فترة خروشوف كان مجابه جيد للاستعمار وللرأسمالية، فترة بريجنيف حذرة جدا وفيها تخبط الأول كان في الدخول إلى الغزو اللي صار في تشيكوسلوفاكيا، وكان بالعكس لو كان ساروا على الإصلاحات مال تشيكوسلوفاكيا كان الوضع أفضل. والتخبط الثاني واللي له أثر كبير في الانهيار اللي صار التدخل في أفغانستان لنجدة نظام عسكري في بنية مجتمعية جدا متخلفة، وأخيرا اللي هو فترة الرئيس الأخير اللي هو غورباتشوف، هذا اندفع بالإصلاح اندفاع وأصبح حتى يشتبه فيه بصلاته الأمريكية. فهذه لو يعني تم النقاط التركيز على هذه النقاط لو بشكل عابر كان يعني أكثر عطاء للمحاضرة رغم عدم تقليلي من قيمتها. وشكرا أخ عدن. شكرا للأخ فاضل وفي فاضل هذه المحاضرة. عندي ثلاثة أسئلة سريعة. السؤال الأول هو مسألة التحالفات. نحن نعرف بأنه البلشفيك حزب الثوريين الاشتراكيين الروس هو الذي قاد الثورة وانفرد الثورة، في حين أن هناك جناح آخر أيضا اللي هو الاشتراكيين الديمقراطيين واللي دائما نصفهم بصفات سيئة يعني مرتد كارتسي. ما أي مدى يعني هذه كانت بداية خطيرة في انفراد السلطة ووجود قوة اشتراكية من عند كان ممكن التحارب معاه وكان ممكن يعني أيضا السير معاه. هذا سؤال. سؤال ثاني دائما روحه هو أنه تفوق النموذج الاشتراكي، يعني كان يفترض أنه النموذج الاشتراكي متفوق، لكن كما شفنا في الصيرورة
لم يكن متفوق في الاقتصاد ولا في يعني صحيح يمكن ارسل قمر صناعي الى الفضاء لكنه ما كان يستطيع يصنع ثلاجه يعني تشتغل عليه يعني شبه الوقف الاقتصادي هذه وين الخلل في عدم التفوق يعني هذه الطروحه هل هي يعني اي اشتراكيه هي متفوقه على الراسماليه او اشتراكيه منه يعني متطور الى اخره السؤال الاخير هو ما طروحة الدكتاتورية هل هي بالأساس صحيحة انفراد يعني خلينا نقول من يطرحون نفسهم مثيرة طبق العمل وهم ليسوا بالطرق الانفراد بالسلطة وإلغاء الاشتراكية قصدي الديمقراطية والتعددية وتعدد حتى أشكال الملكية ألم يكن هذا يعني هل هذا صحيح؟ يعني في ممكن شوية بعض الطروحات تعتبر استفزازية لكن أمام هذا كارثة اللي انتهت في 1970 يعني مشروع اللي تطرح بعض الأسئلة اللي كانت تؤخذ كمسلمات. وأكثر من أخ محمد. في حد أولا أشكرك يا أستاذنا القدير أستاذ فاضل على هاي الندوة القيمة. عندي سؤال هل بإمكان العودة مرة يعني أخرى في رصف الصفوف الحركة الاشتراكية مجددا في روسيا على الرغم من إمكانية الآن يكون أفضل من السابق بحيث إمكانية الرأسمالية القوة يعني ووجود أشخاص ما زالوا لهم مكان في الاشتراكية وبعدين هناك تأثر كبير من جانب الدول العربي بالاشتراكية فما زال هناك الآن أحزاب اشتراكية في دول عربية هل بإمكانها أن تكون تنضم مع هاي مرة أخرى يعني عقد مؤتمر أو شيء بحيث أنه يعني يكون متضامن شكرا جزيلا شكرا لإتاحة الفرصة شكر لمدير الندوة والمحاضر رفيق فاضل أنا عندي بس يعني سؤال حول يعني هل ممكن إحنا نسوي مقاربة بين التجربة السوفيتية على يعني اللي تقيدها كانت روسيا تقريبا والتجربة الصينية يعني ليش ما أتيحت الفرصة للتجربة الروسية أن تبقى مع إصلاحات يعني هنا وهناك وتبقى حين مثلا التجربة الصينية عملوا إصلاحات كنا احنا ننعتها بالتحريفية وننعتها بال اسمه يعني اللي هي صار فيها الثورة الثقافية وكذا زين وين الصين ما زالت ولو نحن في بعض الأوقات نقول اوه بعدين قاعد يتبنون إصلاحات رأسمالية وكذا وكذا فهل ممكن مقاربة هاي التجربة اللي هي الصينية والروسية شكرا فضل نبدأ بالاتصال رفيق رضي السبان في التركيز على أسباب نهاية الاتحاد السوفيتي يعني أنا ذكرت تقريبا بعض الأمور في سريع ولكن أعتقد هي هناك أسباب عديدة هو أنا أعتقد يعني يمكن أسباب هي داخلية وخارجية يعني الحصار اللي فرض على الاتحاد السوفيتي مو شيء هين يعني وبعدين الحرب الباردة خلاه يدخل في سباق تسلح محموم يعني التركيز على التسلح أكثر مما يركز على القضايا التنموية والاقتصادية في داخل المجتمع السوفيتي هذا أحد الأسباب الرئيسية بعد فهذا جانب الجانب الثاني والأهم ترى الحرب العالمية الثانية مثل ما ذكرت ماتوا كثير يعني الشهداء قدم الاتحاد السوفيتي 20 مليون وأكثر العدد يعني رقم مهول أعتقد يعني حتى بس في الشيوعيين 3.5 مليون تقريبا لواحد فما بالك المواطنين من الجمهوريات السوفيتية الأخرى فبالملايين فكثير من هذين اللي ماتوا جزء رئيسي منهم من كوادر الحزب
هذا التحليل بعد يجي يعني فقدت الكثير في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية كثير من الكوارث. أنا عاد الحزب من جديد يبني روحه، فهذا بعد له أهمية يعني يعني في ما جرى في داخل اللو البنية الحزبية في داخل الاتحاد السوفيتي، هاي بعد أثرت وصول القيادات. يعني هني ذكروا إن وصلوا القيادات أساسا معادية للشيوعية بعضهم، واتضح هذا من يلسن وجمعه وعصابته فيما بعد. يعني وصلوا ناس للحزب الشيوعي وصلوا هذه. يعني في كتاب إلى ما يحضرني أنا قريته ب 1991 لكاتب سوفيتي بعد تقريبا ما ذكر اللي هو المحاولة الإنقلابية أو سموها هجمة أوغست أو ما أدري، يتعلق ما جرى اللي هو لما كان غرفة شوف محاصر بعدين حاولت القوة الثانية تغيير الوضع وفشلت حتى وصل يلسن. في كتاب صدر لواحد من القادة اللي شاركوا في هذا ما اتهموا بالمؤامرة، يذكر أسباب ما جرى في داخل هذه الفترة، يعني فترة اللي هو ما قبل ما ادعى الانقلاب وما بعد وصول يلسن، يشرح فيه بالكامل الأسباب. وعند رأي أن احتمال الماسونية متخلغلة في قيادات معينة في داخل اللي هو الاتحاد السوفيتي اللي هو الحزب الشيوعي، وهذه اختراق كبير. يعني شلون وصلوا له بعدين؟ يعني والله كيف ينهار حزب بالملايين يبقى يوصل في عام 1900، أنا أتكلم 91، خلنا نقول لك في عام 1992 إلى تقريبا 130,000، وين راح الباقي؟ 130,000 في بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. انا اتكلمك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، اتكلمك على المرحله اللي شيل فيها من الكتاب. هو يقول وين الملايين اعضاء الحزب؟ هو يذكر نفس الكاتب زين 40 مليون الكومسومول، اذا حبيت 40 مليون كان الكومسومول 40 مليون وكان وينهم ذيلي؟ فيبدو ان بالفعل القوه كانت الهدف وصول الحزب، بطاقه الحزب لتتنفع لتحصل على مزايا في داخل الحزب. لذلك كثير من قدروا هذه النقاط استطاع من خلالها القوه المتامره على يصير وصول. انا ما اشيل بس فقط هذا جانب، اضافه الى جانب الديمقراطيه الحزبيه بعد مهمه. يعني التشدد في المركزيه الديمقراطيه لا يجوز، يعني لا بد من الديمقراطية، هذا جانب. الجانب الثاني الجانب الاقتصادي، كل هذه مسائل مهمة، هذه بعد ساعدت القوة الوصول إلى انهيار الاتحاد السوفيتي. يعني في عوامل عديدة، وإضافة للمساعدات الدولية لدول العالم الثالث، أكثر الاتحاد السوفيتي مليارات الدولارات إلى هذه اللحظة، طالع العديد من دول في أفريقيا وفي دول في أمريكا اللاتينية وحتى عربية لهذه اللحظة ما سددت الديون عليه كثير من ايام الاتحاد السوفيتي، وغير المساعدات اللي قدمت للعديد من البلدان العربيه وحركات التحرر في العالم العربي والعالم بشكل عام. هذه كلها مسائل، يعني بدل ما كان يصير التركيز على الشعب الروسي يتوجه الى توجه داخلي، كان وهذا اللي يتعلمون من الاخرين. يعني على سبيل المثال، يعني ما يجري الان بعض الدول المجاورة يجب تعلمون من هذا الموضوع. هذا جانب بالنسبة إلى رضي. نرجع إلى رفيق عبد النبي حول مسألة التحالف حزب البلاش وقادة الثورة لإفراد السلطة. هذا كان مهم السؤال، لكن كان هو جرى إنه ممكن يخلونهم، لكن الثوريين الاشتراكيين انقلبوا وصارت مشكلة. هل يبقون؟ فلذلك لجأ ليني لما شاف الوضع إنه صاروا اصطفوا إلى جانب الحرس الأبيض، إلى جانب فلول القياصرة، وتحولوا الاشتراكيين الثوريين إلى جانب أعداء الثورة. فلا يمكن يعني، فلذلك لجأ إلى حل الجمعية التأسيسية، فحلها فانتهوا، فذلك حملوا السلاح ضد الله والحزب البلاشفي، فدخلوا في صراع. فموضوع فكان وقتها يعني بما معناه الوجود التحاور من أجل وجود اللي هو قوة، حتى ممكن تعني. لذلك رفع شعار دكتاتورية البريطانية وشو حزب السلطة وده، لذلك صار في وقته. وكان حسب القراءات ان لينين كان يحضر الى مرحلة فيما بعد ممكن يسمح بالديمقراطية والتعددية عندما يستقر الوضع، لانه كان طالع من حرب عالمية ثانية اللي هي الاولى اللي انتهت في 1918.
زين، وكان هناك حصار من 14 دولة إمبريالية على اسمها الثورة البلشفية، أو على خلينا نقول لكم روسيا الثورية الاشتراكية آنذاك، وعلى رأسهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، يعني حوالي 4 أو 5 دول، هاي الدول الرئيسية يعني كانوا متكابلة. فكان الخيار الوحيد يعني أوكي، هي جت صح هي جت خطأ. في لحظتها قرروا الحزب جاب الوضع إنه مو طبيعي، يعني بتفشل الثورة، وهذا هدفهم فشل الثورة. السؤال الثاني، تروتسكي ما كان في الثورية الاشتراكية، تروتسكي كان هو تقريبا الرجل الثاني في الحزب، حزب البلشفي، وكان هو شخصية جماهيرية خالص. لا لا، ما سألنا كلام تروتسكي، أتكلم عن كاوتسكي هذا كبير مرتد. لا لا، وعلى سؤالي ليس ألماني بعد كاوتسكي، أوكي، يعني هو منظر إلى الاشتراكية الديمقراطية، هذا وهذا جناح كان موجود في روسيا. يعني لا بس لا، كاوتسكي غير، يعني أنا أتكلم عن كاوتسكي. المهم ان تروتسكي هو احد القادة البلاشفة المعروفين ولمكانته، ولكن عام ما ادري عام 1940 اعتقد تم تصفيته من قبل المخابرات، من قبل ستالين يعني تم تصفيته. بس كان رجل عنده بعض الافكار، اختلف مع ستالين، وكان عنده مفهوم الثورة المستمرة يريده في اوروبا على طريقة جيفار اللي طورها فيما بعد. يعني تقريبا يعني الرجل تم تصفيته فيما بعد يعني من قبل ستالين. بالنسبة إلى الخلل في الصناعة، الصناعة أنا أعتقد يعني هذا بعد ما نقدر نقوله شيء، يعني في جوانب يمكن في خلل، ولكن في جوانب في التقنيات كانت روسيا متقدمة. الناس الإنترنت كانت أول، الآن إحنا بس بكم 10-15 سنة كانت عندهم هناك متطورين، يمكن مو منتشر بس على صعيد أجهزة الدولة في بعض الأمور موجودة. يعني كانوا ضد التقنيات الإلكترو في هذا العلم، يعني الآي تي كانوا متطورين. والله شلون وصلوا الى القمر؟ فكانوا روس متطورين. يمكن في بعض الكماليات ما تسال عنها الرفيق عبد النبي، يمكن ما كانوا بارزين فيها بشكل او باخر، وهذه الاسباب يمكن بعد تتعلق بوضع التوجهات نحو العسكر. وتروح هذه الدكتاتوريه البريطانيه، يعني هذه شعار يمكن وقتها يمكن يكون صالح، بس الان لم يعد صالح في ذلك الوقت. الآن في هذا الوقت أكيد الآن التعددية الفكرية السياسية، بس لحظتها كان مسألة اللي هو دكتاتور بريطانيا اللي هو المقصود به اللي هو حكم الشعب. وهذا لما رفع شعار السلم إلى العمال والأرض للفلاحين، هذا قصده يلم اللي هو العمال والفلاحين يشكلون. وكانت روسيا وقتها يعني تعرفون دولة زراعية، لم تكن دولة صناعية متطورة، وكان فيها نحو الأمومية شائعة جدا، ولا 60% فيها كانت الأمومية في روسيا. ففضل الاتحاد السوفيتي حتى التغيير شامل، فضل الثورة الاشتراكية حتى تغييرات كبيرة في التعليم في الصحة، كلها إنجازات تعتبر إلى الاتحاد السوفيتي وإلى الحزب الشيوعي السوفيتي. بالنسبة إلى هل بالإمكان، هذا الرفيق عارف، هل بالإمكان عودة الحزب الشيوعي للسلطة، يعني ومسألة الأحزاب الشيوعية تتضامن معه عودته للسلطة؟ أنا ما أقدر أقول لك الآن يعني بعيد متى، ولكن الحزب يعتبر ثاني حزب الآن في الدومة بعد الحزب السلطاني، يعني عنده قوة موجودة في داخل الدومة. وحسب كلام رفاقنا في اللي حضروا مناسبة الذكرى المئوية لثورة أكتوبر، يعني هناك عقليات، هناك وجوه جديدة تنضم إلى الحزب، بس أكيد يريد له وقت، يعني لأن تشويه الفكر الشيوعي، لأن هذا جيل لم يعيش الثورة، وبعدين جيل من انهيار الاتحاد السوفيتي 91 إلى الآن 25-26 سنة، 25 سنة دخلنا الآن. هذا الجيل ممكن يعني أنت تسويه كما تشاء، هذا ما عاد يدري الاتحاد السوفيتي. في تشويه الأفكار الشيوعية والماركسية من قبل بعض الأجهزة في داخل حتى روسيا اليوم لا زالت مستمرة. في حتى بعضهم يعني ما يريدون، على الأقل مو عودة الحزب، ما يريد ان الحزب يتسع ويصير قوي حتى يكون له نفوذ وتأثير في المجتمع الروسي، يعني هو الحزب الشيوعي الروسي. ولكن انا اعتقد الحزب هو ادرى بواقعه ويعرف يقدر الظروف اللي من اجل ان يتحول الى حزب جماهيري. الاحزاب الشيوعية تتضامن مع الحزب الشيوعي اللي هو الروسي في نضاله من اجل العمال والشغيله ومناطق الكارهين،
وهناك وهذا جزء من التهاب الحضور هذه الفعاليات اللي تحدث يعني ما بين حين واخر في دول في روسيا او في بعض الاشكال الاخرى في داخل يعني المؤتمرات والاجتماعات اللي تحصل للاحزاب الشيوعيه، هناك في حاله تضامن هي تصير ما بين الاحزاب الشيوعيه. شكرا. الاخ مصطفى. نشكرك في فاضل على هذه الندوه القيمه. عندي تقريبا سؤالين، ما هي الظروف الموضوعيه والذاتيه لوجود الانتاج السلعي الراسمالي ضمن المجتمع الاشتراكي؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني هي السؤال، ما هي الظروف الموضوعيه والذاتيه لوجود الانتاج السلعي الراسمالي ضمن المجتمع الاشتراكي؟ السؤال الثاني نفس الشيء، بس لماذا لا زالت فائض القيمه موجود في المجتمع الراسمالي موجود في المجتمع الاشتراكي؟ شكرا. موجود في المجتمع الاشتراكي الراسمالي. شكرا للرفيق فاضل. يعني تكلمت عن لينين شلون قدر ياخذ الخصوم سريعا، انا ربطها الحين بالنسبه لعهد عبد الكريم قاسم. طبعا الشيوعيين نصحوا عبد الكريم هو ما استجاب، ولكن ما اتخذوا الخصوم، لو كان اتخذوا الخصوم لما حدث اللي حدث في العراق. يعني اي نقطه. النقطه الثانيه، احد الرفاق يقنعني هذا الموسيقى ان هذا تمام ما كذا، قلت له انا ما هيدا، هذا شخص ظاهر موبوء وهذا بيخرب الاتحاد السوفيتي. قام يتكلم وصارخ عليه لازم نحن كل شيء يجيبوا واحد من مشوار الدوار، لازم نشوف ليش شنو اسبابه شنو يترتب عليه يعني وهذا يترتب عليه يعني. يعني ممكن يصير واحد من الاتحاد السوفيتي يجي وخلاص خلاص هذا اللي صار. يعني نحن مشكلتنا ان اي شيء يجينا من برا نروح ندوره. قلت لهذا الشخص انا اعتبره مخرب للاتحاد السوفيتي وينهار الاتحاد السوفيتي بسبب هذا الشخص. يعني شكرا. نعم بالنسبه للرفيق احمد بمقاربه ما بين الاتحاد السوفيتي والصينيه، يعني انا اعتقد هي بالفعل يعني بالفعل كان مفترض هم يعني الان لما اذا ادعى غورباتشوف انه هو بروسترويكا ومثل ما صرح لما جاء وغلاسنوس يعني في عام 1985 بغير الوضع في روسيا او في الاتحاد السوفيتي من وضع جمود اقتصادي وكذا الى وضع ثاني، هو بدا سياسي اصلاح سياسي هو اللي دمر الاتحاد السوفيتي والحزب. كان بالامكان يبدا اصلاح اقتصادي، وهو بالمناسبة يعني هذه قضية الاقتصادية انطرحت من بداية الثورة، يعني في عام 1900 إذا ما يحضرنا 20 أو 22 اللي هو الخطة الاقتصادية النيب طرحت أعتقد من قبل لينين في ذيك الفترة عن البناء الاقتصادي، يعني إنه هو وإضافة إلى منظر الاقتصاد اللي هو الروسي بوخارين أو أعتقد بوخارين يعني اللي بعد صار في صراع مع ستالين فيما بعد حول الاصلاحات الاقتصاديه والخطط، يعني جزء من البدايات الاوليه يعني بعض الخطط الاقتصاديه. بس لو جينا يعني الى الاصلاح في فتره اللي هو غورباتشوف كان لازم يبدا باصلاح اقتصادي قبل لا يكون اصلاح سياسي. يعني لابد اصلاح اقتصادي حتى تتوجه بعدين لمصادر. الان الصينيين عندهم نماذج مختلفه، قاعدين يشتغلون مدن شبه رأسمالية، مو شبه رأسمالية، رأسمالية بالكامل، يعني فيها روح الصينيين يعني مليارديرات يعني في الصينيين عندهم ما تصور من يعني الملايين من المليارديرات، فما اعتقد الوضع يعني مشابه، ولكن كان
بالامكان. اعتقد الصينيين يمكن استفادوا من التجربه الروسيه في الاصلاح اللي هو السياسي النمط، عجلوا صح، يمكن كان ينهار الحزب الشيوعي الصيني، يعني كانت الاوضاع تصير بعد عرس شاكر التعازب، لذلك خطوا خطوات اقتصاديه جباره في داخل الصين، وهذه بعد الان كتجربه بعد تدرس في روسيا من قبل الحزب الشيوعي الروسي. هل هذه التجربه الصينيه ممكن يقتدى بها؟ لان هذه فيها اسئله، يعني نماذج راسماليه في داخل المجتمع الشيوعي كيف تصير؟ فاسئله تنطرح له، لان هذه لما تصير نماذج راسماليه في داخل المجتمع الشيوعي تصير هناك استغلال الانسان لاخيه الانسان. ما الحين مثل ما يتكلم رفيقنا مصطفى فهذا القيمة، يعني لما تصير يعني بمعنى استغلال، يعني العامل قاعد يقدم يعني من قوته قاعد يتعب، فبالتالي كيف هذا يعني في استغلال للطبقه العامله؟ هل هم هذين العمال اصحاب المصنع؟ سؤال مهم. حتى بالتالي نماذج يعني متطوره في داخل الصين، هم هناك ملاكين وهم هذين اجراء العمال في داخل المصنع في الصين اللي في نموذج راسمالي، لازم نسال كيف هذا يعني طبيعه. فاعتقد موضوع الصين ولا يعني دراسه راسماليه الدوله هناك في الصين، لا مو بس راسماليه الدوله، راسماليه الدوله يعني مو في اشخاص يملكون، مو الدوله بس، في الدوله كلامه صحيح، وفي اشخاص صينيين صينيين اتكلم صيني، هو المالك، مالك المصنع، مالك كل شيء، مو الدوله موجوده. لذلك اقول لك حطوا بعض المدن، سووا مدن نموذج اعتقد شنغهاي او شيء ما اتذكر، يعني نماذج الى بعض المدن الصينيه الراسماليه بحته، يعني كانك مثل اي دوله من الدول الراسماليه المتطوره في انجلترا، فرنسا، ايطاليا موجود في الصين. فهذا الموضوع يعني موضوع الصين لازم دراسه بروحها، يعني كيف دي الحاله تصير يعني في مجتمع يعني شيوعي. يعني اللي يطرح ما هي ظروف الموضوع الذاتيه ضمن المجتمع الاشتراكي للسلع الحديد، يعني مجتمع مثلا الحين يرجع نرجع نربطها حتى مو بس بروسيا بالصين، يعني دا في داخل يعني هو سؤال مهم، هل هذين البشر ممكن يعني ممكن يكون مساله الاستهلاك جزء من حياه الانسان؟ لذلك السلعه لا تتحول الى شغل يعني من اجل فقط ان هي تكون للمقايضه، لا، فلازم تكون على الاقل بثمن يشعر فيه الانسان، ما اعرف اقول لك رمزي شيء، هم دا حول على الطريقه التجاريه يعني على طريقه البيع والشراء، هذه تفتح الباب مثل اللي هو السوق الحر او الاقتصاد الحر. الاقتصاد الحر هناك تدخل اللي هو المنافسه، في المنافسه تصير مضاربه ولما جرى، وبالتالي انت امام شيء مفتوح، يعني هذا يبيع بهذا السعر وهذا يبيع بهذا السعر. في داخل المجتمع اللي هو يعني ما بين لو انت لما تشرح ما بين المجتمع الاشتراكي وما بين الراسمالي، فالراسمالي ممكن يصير هذا الشيء، بس المجتمع الاشتراكي ما اقدر اقول لك يصير. موجود. اي فهذا وجوده ما اعرف، هذا بعد يعني صعب. لا ممكن يكون خيار موجود، مو على طريقة تطوير الصناعة، تطوير الاقتصاد، كله يكون موجود، ولكن مو بالشكل الاستغلالي، لازم تكون مثل ما ذكر رفيق أحمد حول الدولة، يعني يكون الدولة هي المسيطرة، هي المهيمنة، يعني اقتصاد ممكن أقول مركزي، يعني في الهند هناك اقتصاد يسمونه اقتصاد مختلط، الهنود كانوا ابتكروا نماذج مختلفة عن أي دولة، في استفادوا من المجتمع الاشتراكي والرأسمالي، حاولوا يسوون يعني توفير، رغم أنه موجود بعد اقتصاد السوق حر، بس في بعض المفكرين الهنود أنه حاولوا يعني يدمجون ما بين يعني الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي، سووا اقتصاد مختلط، بس في داخل مثلا المجتمع الاشتراكي اللي ينادي بعدم استغلال الإنسان لأخير الإنسان، هذا الموضوع يعني موضوع جدل يصير. هذه النقطة حول سؤالك، فائدة القيمة في المجتمع الاشتراكي والرأسمالي، يعني شلون توجد الفائدة؟ هي في الرأسمالية أكثر من الاشتراكية، يعني هناك في استغلال، فالإنسان الإنسان لأخير الإنسان، هناك في طبقات واضحة
المجتمع الاشتراكي لا يختلف هذا الموضوع. بس شكرا لهني اكتفي. انا عندي شويه انا اشارككم في الراي. قاسم حقول سوري الرفيق سيد جعفر يريد يحاول ليش الحزب الشيوعي العراقي يعني ما استلم سلطه. يعني هذا سؤال يعني لازم يجيب عنه الحزب الشيوعي العراقي، ولكن انا بشكل جواب سريع. هو خرشوف دخلوا على القياده الروسيه ان هي القياده العسكريه في داخل الحزب العراقي كانت تقول ممكن استلام السلطه بسهوله، ولكن طلع راي في عند السوفييت انهم يعني ما يؤمنون بالانقلابات العسكريه وما يدعمونها. ورغم انهم فيما بعد وقفوا مع العديد من الانظمه العربيه كلها انظمه جايه بانقلابات عسكريه. يعني كان الشيوعيين الوحيدين اللي ما استلموا السلطه من خلال انقلابات، واللي يعني اذا قلنا في مصر، في سوريا، في بعض الدول، يعني حتى العراق اللي هو الحزب البعث، يعني ما معناه المساعدات الروسيه اللي قدمت لهم السوفيتيه واجد، هم جايين عن شو؟ كلهم انقلابات عسكريه. يعني هذا الموضوع لازم يناقش في داخل الحزب الشيوعي العراقي، هل كان وقتها صح او خطا؟ أنا أشارك الجماعة بالنسبة للاتحاد السوفيتي. طبعا أسباب انحلال أو تفكك الاتحاد السوفيتي أنا أعتقد أول سبب اقتصادي. إحنا كنا نقرأ في الأدبيات المباراة بين النظامين، عليك؟ وكان العنصر الأساسي في المباراة بين النظامين هو الاقتصاد. الاقتصاد ثم تدفق العلوم وإنجازاتها وتعميم وتسويق التكنولوجيا. اقتصاد الاتحاد السوفيتي الاشتراكي نفس الاقتصاد الاشتراكي اقتصاد استاتيك راكب. ليش؟ ما في دينامية، ما في مبادرات الفردية. في دولة ماسكة الإنتاج، تخطط اللي في مخها، تشوفها توزعه، تعطيهم هلقد ننتج، هلقد حذاء، هلقد كمية من الرز، هلقد كمية من هذيل. إذا كان في سوق مع الدول الأخرى، مع الدول الحليفة، هم يعطون مثلا قمح، نعطيهم شعير. يعني في صفة القدامة، يعني الأسلوب البارتر، أسلوب التبادل، أي يعني نظام قديم هذا. بينما الاقتصاد الغربي، الاقتصاد الرأسمالي، بيعتمد أول شيء أساساً على رأس المال، مو عند الأغنياء فقط، عند الصغار. إحنا شفنا مليارديرية ناس كانوا حفاظ. معناه ان هذا الاقتصاد يفتح الابواب للجميع ويعطي مبادرات لجميع الاشخاص. صحيح ان في استغلال وفي حروب وكذا، هذه جهه صحيحه، لكن ايضا الجانب الصحيح بعد انه يخلق مبادرات للانسان، والانسان حر، والانسان عنده يتمتع بالديمقراطيه، ويتمتع ان ينتقد الحكومه والحكومه تستجيب له. هنا ما تقدر انت تتكلم. الديمقراطيه المركزيه من اللي يديرها في الحقيقه؟ حزب العمال اللي هو الحزب البلشفي، وهي مجموعه من النخب القياديه. احنا شفنا ناس قياديات عارضوا ودهم السيبيريا، هذه حقيقه. يعني طبعا هذه امراض الاتحاد السوفيتي، وما كانوا القيادات ما كانت شجاعة عشان تعالج هاي الأمور. ثاني شيء المقاطعة الاقتصادية الهائلة من الدول الرأسمالية وحلفائها، نشفوه المساعدات المالية الضخمة اللي تقدمها للدول الفقيرة. إن الاقتصاد الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي ما في نظام نقدي، مونيتري سيستم ما عندهم، ما في نظام. في النظام النقدي الاموال والثروه تتحرك وتنساب في جميع الاتجاهات،
والناس كلها نشيطه، من هو يستطيع نشيط يبادر ويستفيد من هذه الاموال الثروه المدوره.